شاركت دولة الكويت في أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورأس وفد دولة الكويت معالي الدكتور سعد حمد البراك وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. الحوارات والندوات والنقاشات والاجتماع إن شاء الله كلها أشياء مثمرة تزيد من التفاهم والحوار وكذلك التعاون بين دول الخليج العربي وكذلك العالم العربي لتصدي القضايا الكبرى والتحديات الكبرى التي يعني تظهر أمام قضية التحكم في المناخ في العالم وعدم تدهور الأوضاع المناخية إلى أشياء تؤثر سلبياً على مستقبل البشرية. ويبحث المشاركون في هذا الأسبوع التطورات والأولويات والاستعدادات اللازمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر نوفمبر المقبل. لا شك أن الكلايمت ويك هو يحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم، خصوصا لما للمنطقة هنا والمملكة العربية السعودية من مبادرات كبيرة جدا للتخفيف من أثار التغير المناخي، وأيضا هناك مبادرات على المستوى العالمي أطلقت المملكة العربية السعودية في قمة العشرين، وأيضا هناك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف المملكة ودول الخليج ودول المنطقة إلى استزراع 40 مليار شجرة في المنطقة، وأيضا مبادرة السعودية الخضراء والتي تستهدف زراعة 10 مليار شجرة. ويتضمن جدول أعمال أسبوع المناخ نقاشات مهمة حول التغير المناخي تجمع صناع السياسات والممارسين ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مختلف مناطق دول العالم. هذه فرصة طيبة جدا لمنطقتنا، خاصة أنه هذه المنطقة موضوع المناخ والتغير المناخي يأثر عليها كثيرا جدا. نحن كمنظمة أغذية وزراعة للأمم المتحدة منظمة الفاو، التغير المناخي من صميم أعمالنا، وذلك لما له من تأثير على النظم الغذائية على مستقبل الغذاء في العالم بشكل كبير، خاصة في منطقتنا العربية التي تتأثر سلبا بالتغير المناخي. ويناقش المشاركون التحديات والفرص المتعلقة بالتغير المناخي وتبادل الآراء للاستفادة منها ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تأتي هذه المشاركة الواسعة في هذا الأسبوع تأكيدا على الأولوية التي يمنحها المشاركون لتحديات التغير المناخي وضرورة التصدي له. خالد الشمري، تلفزيون دولة الكويت، الرياض.